مساء الخير عليكم، نتمنى تكونوا كلكم على خير ان شاء الله. الوغ نبداو حصه اليوم ديال الدرس ديال لا ليكتور. الرساله اللي كنت عطيتكم باش انكم تقراوها وقلت لكم وجدوها في دفاتركم، نتمنى انكم تكونوا كلكم متابعين معايا. الوغ اول حاجه كتاخذوا الرساله باش كتبعوا معايا، لانني غادي نقراها بالطريقه اللي غادي نتوما خاصكم تكونوا تقراوها بحالي. الوغ نبداو. العيون لو 21 جانفي 2018. Hiba Farah, déléguée du collège Othman Ben Affan. Alors, déléguée, je vais vous dire que c'est un E accent. Alors, déléguée du collège Othman Ben Affan, email hiba@gmail.com. À monsieur le directeur du collège Othman Ben Affan, direction provinciale, Laayoune. Objet. Demande d'autorisation d'utiliser la salle d'informatique. Monsieur le directeur, j'ai l'honneur de vous demander par la présente l'autorisation d'utiliser la salle d'informatique située dans le deuxième étage pour préparer des leçons et pour avoir d'informations sur cette matière. En attendant une réponse de votre part, je vous prie d'agréer, monsieur, l'expression de ma plus haute considération, Hiba Farah. الوغ كيفما لاحظتوا ان هاد التكست حنا اليوم غنخدمو فقط المحتوى. هنا عندنا واحد الطابلو غنرسمو معكم، داكوغ. هاد الطابلو كيتحط بزاف في الامتحان، يعني كيفاش الطريقه باش كيخدمو الرساله في الامتحان. اول يعني كيحط لك الاستاذ الرساله وتحت منها كيحط لك هاد الطابلو فيه مجموعه من المعلومات اللي خاص نتا تعمرهم، او كيعطيك عباره عن اسئله وانت كتعمر نفس الطريقه. يا اما يعطيك طابلو يا اما يعطيك اسئله وهما بحال نفس الجواب تيكون. الوغ عندنا هنايا اكسبيديتور، يعني غادي نقلبوا على المرسل، غير انتبهوا معايا. الوغ هنا اكسبيديتور هو شكون؟ هي فرح، هبه فرح. بالنسبه لو نو راه كاين تما واحد الخطا، هبه كنكتبوها افيك اش ماجسكول، ولكن لو نو ديال الشخص يعني الاسم العائلي كيتكتب كله ماجسكول، وهادشي كديروه حتى في الامتحانات او لي برودكسيون اللي غتصاوبوا. هبه فرح، انا هنا لاحظتوا بانه مادام انه هبه فرح هي المرسله يعني وانت ماشي ذكر، غادي نكتبوا بلاصه اكسبيديتور غادي نديروا اكسبيديتريس، يعني غنبدلوا هادي ما غتبقاش اكسبيديتور وغتولى بلاصتها اكسبيديتريس، يعني مؤنث المرسله. هو راه بحال غيكون نفس الجواب غير هو خصنا نردو لبالك المساله هادي. الوغ اكسبيديتور هبه فرح. دابا غادي نشوفو ديستيناتير، يعني المرسل اليه. ديستيناتير شكون؟ لمن صيفطنا هاد الرساله؟ هنا كيف ما مكتوب هنا في الرساله مكتوبه ان مسيو لو ديريكتور دو كوليج عثمان بن عفان. انتبهوا ملي بنكتبو المرسل اليه هو لو ديريكتور، ما غاديش نكتبو هنايا مسيو لو ديريكتور، لا غادي نكتبو لو ديريكتور، ولكن ما كاملاش الجمله. لو ديريكتور ديال اش؟ وغادي نقولو لو ديريكتور دو كوليج داكوغ اوتمان، بيان سور ماجسكول. الوغ اوتمان بنو عفان، فوالا شنو غادي نكتبو؟ يعني ماشي غنكتبو غير لو ديريكتور، لو ديريكتور ديال واش ديال شي اداره ولا ديال شي مدرسه، داكوغ. هادشي بالنسبه للمرسل والمرسل اليه. دابا غادي نجبدو لا دات، دوكا انا راح قلت لكم كاع المسائل اللي كيتحطوا في شي امتحان او في شي طابلو في امتحان موحد تقريبا بحال هكا تيتحط. نشوفوا عاوتاني ليو دو لا لتر، يعني المكان اللي تكتبت فيه الرساله. المكان اللي تكتبت فيه الرساله هو العيون، راه هي اللي عندكم في الفوق مكتوبه هي اول حاجه، وغادي نديروا العيون. وحاولوا انكم تكتبوا بنفس الطريقه باش مكتوب لي نون ديال لي فيل تيبداو بلا ماجيسكول، داكوغ. الوغ العيون على فان او. ابخي غادي نشوفو دات دو لا لتر، يعني تاريخ الرساله، يعني امتى تكتبات، اش من تاريخ. تما كتبان لينا لو 21 جانفي 2018، هذا تاريخ الرسالة.
Voilà, alors tarikh ar-risala. D'abord, on va chauffer la formule d'appel. Il y a le bon moment, la formule d'appel. Mais maintenant, la formule d'appel. La formule d'appel. La formule d'appel, il dit que la formule est qu'elle باش كان 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 كنوجهوا النداء ديالنا او الرساله للشخص اللي كان اللي كنهضروا معاه. مثلا في الرساله الشخصيه اش تنديروا في لاتر بيرسونيل؟ تنكتبوا مثلا التاريخ ديال الرساله، مكان الرساله، تاريخ الرساله في هذه البلاصه. ملي كنهبطوا لتحت تنكتبوا مثلا شير امي، صديقي العزيز، او شير نوال، مثلا صديقتي نوال. داكوغ، هنا هذيك لا فورمول دابيل، كتسمى لا فورمول دابيل، الطريقه باش كتوجه الخطاب ديالك للشخص الاخر. بالنسبه لفورمول دابيل ديال اون لاتر اللي هي كتكون اداريه اللي فيها هذه المعلومات هادو، ماشي بنفس الطريقه. دائما لا فورمول دابيل كيف ما مكتوبه عندكم كتلقاوها تحت لوبجي مباشره، تحت لوبجي مباشره اللي هي مسيو لو ديريكتور، اللي هي مسيو لو ديريكتور. انتبهوا، كنحاولوا نكتبوا داكشي كيف ما هو. مسيو كنديروا ان ماجيسكول، le directeur تنديرو دي ماجوسكول. كاين لي ريغولي لا سدا كيفاش لا ماجوسكول درنا كتبوا حنا في وسط الجمله؟ لا، هذه حيت رساله مختلفه على الرسائل الاخرى. هنا ملي كنوجهوا الخطاب للمدير ديالنا، ماشي بالضروره المدير، ممكن يكون اي مسؤول عندنا واحد العلاقه مع علاقات في الخدمه او اداريه، دائما ملي كنبغي نوجهوا له الخطاب دائما من خلال الكتابه تنكتبوا الحرف الاول من الكلمه الاولى بماجوسكول، الحرف الثاني ماجوسكول، كاحتراما لذاك الشخص. داكوغ، الوغ هادي هي لا فورمول دابيل. انتبهوا، راه كاين فيكم اللي غيمشي يكتب ليا ا مسيو لو ديريكتور، نو، هاديك ا مسيو لو ديريكتور راه ديال لو ديستيناتير اللي كاينه الفوق حدا السميه تاع تهيبه، هاديك ماشي عندها علاقه بلا فورمول دابيل. كيف ما قلت لكم قبيله، لا فورمول دابيل كنلقاوها تحت لوبجي مباشره. نتمنى ان هاد لابارتي تكونوا فهمتوها. داكوغ، دابا غادي ندوزو نكملو الطابلو حيت باقي ما كملش، ومع السبورة عندي صغيرة غادي نمسح باش نعاود نكتب معلومات اخرين. الوغ، غادي ندير بوز باش قبل ما نقلب على الممساحة نعاود رجعت لكم حيت نسيت الممساحة ما جبتها. الوغ، دائما غنكملو الطابلو، الطابلو راه باقي غادي نسطرو. جيسبيغ انكم تكونو نقلتو هاد الشي لي كتبت، سينو راه كترجعو للطابلو عاوتاني كديرو بوز. الوغ، ابخي من بعد لا فورمول دابيل غادي نشوفو لوبجي، لوبجي اللي عندكم غنجبدو من الرسالة وغنكتبو كيف ما كتبوه تا هومايا، غنكتبو كاملو اللي هو دوموند. تما في الرسالة كاتبين حنايا في المطبوع كتبو كتبو لوتوريزاسيون، ماشي دوموند لوتوريزاسيون، دوموند دوتوريزاسيون هي الصحيحة، هاديك الابوستروف خطأ، دوموند دوتوريزا، سمحوا لي غادي سميتو كتبها هنايا demande d'autorisation d'utiliser la salle d'informatique. بالنسبه للامتحان الا كتطلبوا منكم لوبجي كتكتبوه كامل واخا يكون طويل، ما ديروش ديك القضيه تاع تكتبوا شويه كدير ثلاث نقاط وكتكملوا، لا، نهار الامتحان كيتكتب كلشي. الوغ لوبجي جبناه، دابا غادي نمشيو لا فورمول دو بوليتيس فينا. هنا انتبهوا، راه كنحاول في الطابلو نجبد فقط المعلومات المهمه في الرساله، وميم طون كنحاول نخدم معكم طريقه كيفاش كيتحط الى عطاكم رساله اشنو هما الاسئله كيحطوا لك مع الرساله. الوغ، سميتو بالنسبه ل لا فورمول دو بوليتيس فينا، لا فورمول دو بوليتيس فينا. بالنسبه حنا في الرساله شفنا لا فورمول دابيل، لا فورمول دابيل هي الطريقه باش كنخاطب داك الشخص، وكما قلت لكم لا فورمول دابيل كتكون تحت من لوبجيكتيف، من لوبجي باردون. دابا غنشوفوا لا فورمول دو بوليتيس فينال، يعني واحد الجمله حنا كنحطوها قبل ما نسميو في الرساله، هي اخر جمله كتكون في الرساله اللي كنكتبوها من الاخر، من الاول حتى الاخر، اخر فقره، اخر فقره اللي هي باش باديه، باديه اون اتوندون، كتكتب كامله en attendant une réponse de votre part, une réponse de votre part. انا ما كتبش كامله، ما باش ما نضيعش الوقت.
حتى الاخر كلمه اللي هي كونسيديراسيون وانا غنقرا عليكم باش تعرفوا علاش كنهضر الوغ لا فورمول دو بوليتيس فينال هي الفقره الاخيره اللي كتكون في النص وانا غنقرا دابا باش تعرفوها En attendant une réponse de votre part, je vous prie d'agréer, monsieur, l'expression de ma plus haute considération. Alors, après la formule d'appel, le niveau de langue. D'accord ? Alors, نشوف بعدا لا سيناتور لا سيناتور شنو هي لا سيناتور ماشي هي انني كنسنيو لا سيناتور هي الاسم اللي كيكتبوا يعني شكون هو صاحب الرساله في الاخر ملي تيكمل الرساله تاعته ملي تكتب اخر فقره تيهبط لتحت على يديك اليمين وتكتب الاسم الشخصي والعائلي ديالو اذا شكون فضلكم لا سيناتور هنا شكون هو مولاها سي هبة فرح وغنكتبوها بنفس الطريقه هبة الوغ هادي ملاصقه ديال سو ميسكول فرح كلها غتكون ماجيسكول هذه كتسمى لا سيناتور داكور بيان ابري غادي نشوفو نيفو دو لانغ ما معناها يعني شنو هو الطريقه باش تكتبي رساله الاسلوب اللي استعملتي في الرساله كيفاش داير كاين عندنا ثلاثه الاساليب الا كنتو قريتوهم ديجا كاين لو لونغاج فاميليي le langage courant et le langage soutenu. Le langage familier هو داك اللغه اللي كنستعملها مع الاصدقاء ديالي اللي كتكون تنقول حنايا اللغه العاميه يعني اللي ممكن نستعملها في الزنقه او في الدار وكتكون لغه نقيه ولكن كتكون اللغه اللي هي ما كتحتاجش قواعد اللغه الفرنسيه وكاين لو لونغاج كورون اللي هو كنستعملو داخل القسم بين التلاميذ بيناتهم او الاستاذ مع تلامذه يعني كيتعامل معاهم بواحد الطريقه اللي هو واحد الاسلوب اللي هو بسيط جدا باش كيفهموا اشنو تيقول وفي نفس الوقت تيحترم قواعد اللغه لا هو لا التلميذ اما لو لونغاج سوتوني هو واحد لو لونغاج اللي هو كبير شويه اللي هو واحد لونغاج صعيب تفهمو خصك معاه ديكسيونير وماشي اي واحد يقدر يستعملو واحد لونغاج اللي كنعبر فيه بواحد الطريقه رائعه اللي فيها كنعبر على الاحترام ديالي للشخص اللي كنهضر معاه احترام فوق الزايد يعني احترام ديال واحد الشخص اللي واقف في واحد المكانه عاليه عليا انايا الوغ بالنسبه لكم نتومايا حفظ لا ليتر هادي فوركم هاد هي فرح ملي كتهضر مع المدير ديالها واش كتهضر معاه باللغه العاميه ديال الزنقه يعني ديال الاصدقاء تقولوا الزنقه متقصفش انا ما كنقصش بها الهضره خايبه يعني واش اللغه العاديه البسيطه جدا بين صحاباتها او بين امها وباباها ولا كتهضر معاه باللغه العاديه اللي هو لونغاج كورون بحال كتهضر مع صديقتها داخل القسم او مع استاذها داخل القسم او غتهضر معاه بواحد الطريقه اللي هي فيها الادب كثير يعني ستوني هنا غيبان لكم بانه اي رساله فيها جوج الناس واحد تلميذ ومع كيهضر مع استاذه او تلميذ كيهضر مع المدير او استاذ كيهضر مع المدير كيصيفط الرساله او شخص يعني جوج الناس خدامين في واحد الاداره وواحد كيت واحد غادي يصيفط رساله لشخص اخر واخا يكون مهم عندهم نفس الخدمه ولكن ما بيناتهم واحد العلاقه شخصيه يعني بيناتهم غير خدمه تيستعملوا واحد لو لونغاج اللي هو يا سوتوني يعني وقت ما طلبوا منكم في رساله الاداريه اشنو هو النوع ديال لونغاج كتكتبوا لهم سوتوني عقلوا عليها داكوغ بقات لينا اخر حاجه اللي هي لو تيب دو سيت لتر نوع هذه الرساله تيب دو لا لتر هذيك عندنا نديرها من الاول سيت لتر شنو النوع ديالها حنا هاد العام غنقراو جوج ديال الانواع غنقراو لا لتر ادمينستراتيف ولا لتر بيرسونيل كيف ما كنت قلت لكم في اخر حصه لا لتر بيرسونيل هي رساله اللي كنصيفطها شخصيه اللي كنصيفطها مثلا الام ديالي الاب ديالي اي خوا ديالي اي واحد قريب ليا عنده واحد العلاقه صداقه وعلاقه عائله بيناتنا وكاينه لا لتر ادمينستراتيف هي الرساله الاداريه اللي كنصيفطها المدير ديالي او جوج الناس كما قلت لكم قبيله في الخدمه اذا فضلكم فرح هبه فرح هذه الرساله اللي مصيفطها للمدير ديالها اذا ما عندهاش واحد العلاقه بيناتهم ما كاينش علاقه ديال الخدمه هي كتقرا التلميذه هو المدير ديالها اذا اش من تيب دو لتر وغادي نقولوا سي اون لتر ادمينستراتيف وغادي نكتبوا لو تيب هو لتر ادمينستراتيف وخصنا نعرفوا كيفاش نكتبوها
أدمي ني ستخا سمحوا لي على الخط أدمي ني أدمي ني ستخا تيف ماشي أدمينستراتيف أدمينستراتيف داكور دي هذا فهاد لا لتر أدمينستراتيف دائما كنشوفوا بأنه لو لونغاج اللي كنستعملوا فيها سوتوني أما لا لتر بيرسونيل نقدروا نستعملوا فيها جوج ديال لو لونغاج ديال لي لونغاج واحد يقدر يكون كورون ولا فاميلي وحتى لي ممكن نستعمل فيها لو لونغاج سوتوني إلا أنا مثلا داك الشخص بغيت نعبر ليه بطريقة زوينة ولكن الرسالة دائما لا لتر أدمينستراتيف دائما حطوا بين عينيكم دائما تكون فيها لو لونغاج سوتوني داكور نتمنى نكونوا إن شاء الله فدناكم نتابعوا كما قلت لكم هذا الجدول اللي كيتحط انا دابا حطيتو بهذه الطريقه هذه مره اخرى عاوتاني غادي ندير نفس الجدول ولكن بطريقه اخرى يعني غنحط فيه اسئله غير هو اللي مهم عندكم هو انه لي ريبونس تيكونوا بحال بحال يعني نفس لا ريبونس اللي غتحطها سواء نحطو لك سؤال او حطو لك بلاصتو مثلا عندنا اوبجي ممكن انا ما نحطلكش اوبجي نحط لك بلاصتها بوركوا لماذا يعني علاش صيفطت هذه الرساله غتكتبي نفس المعلومه نقدر نحط لك بلاصت اوبجي نقدر نحط لك بوت يعني هدف الرساله ها هو نفس الجواب غادي يكون حطيت لك بوركوا غادي يكون نفس الجواب داكو حطيت لك بور كيل ريزون غادي يكون نفس الجواب صافي جيسبر انكم تكونوا فهمتوا المحتوى ديال هذه الرساله بيان سور حنا كيف ما شفنا هنايا هذه الرساله شنو فيها طلب الاذن دوموند دوتوريزاسيون يعني طلب الاذن يعني نقدروا نقولوا بلاصت اوتوريزاسيون بيرميسيون طلب الاذن باش يستعمل لاصال ديال المعلومات داكو للدراسة وكذلك للتعرف على هذه المادة صافي احنا دابا ما بداش ندخلوا في التفاصيل ديال الرسالة زعما في الموضوع ديالها احنا قدمت يهمنا مناش كتكون الرسالة وشنو هما المعلومات اللي تطلبوا منا في الامتحان وخصنا نجبدوهم بحال الطريقة هذه نتمنى ان شاء الله نتلاقاو في حصة اخرى مع درس جديد وغنخدموا نفس الطريقة